السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التجربة راح نتكلم عن موضوع الإيمج أنيميشن. الإيمج أنيميشن من المواضيع المهمة في المالتي ميديا. هذه المهنة في العديد من التطبيقات التي تستخدم الصور المتحركة، ومن أهمها هو في مواقع الإنترنت. الأنيميشن هو يتكون عبارة عن مجموعة من الصور التي تعرض بعامل زمني، إذا هي سيكونس أوف إيمج، تعرض عامل زمني معين، تنخزن على شكل صور بامتداد GIF. إذا الكونك لهذه الصور هو GIF. على سبيل المثال عندنا هذه مجموعة من الصور اللي تمثل أنيميشن. هذه الصورة هي عبارة عن أنيميشن، مجموعة من الصور اللي تنعرض لي في عامل زمني معين تحتوي على حركة معينة. مثل ما ذكرنا انه الانيميشن هو سيكونس اوف ايمج. طيب الفيديو ايضا هو عبارة عن مجموعة من الصور تنعرض في عامل زمني معين. السؤال اللي يطرح نفسه، ما هو الفرق بين الايمج انيميشن وبين الفيديو؟ الفيديو هو سيكونس اوف ايمج، يكون التقاطه عن طريق الكاميرا، فالصور الملتقطة تكون اكثر تعقيد من ناحية الباك جراوند، تكون متحركة وأيضا مختلفة. الأوبجكت أو الأشخاص اللي داخل الفيديو، اللي داخل الفريمز، إذا محتوى الفيديو ممكن نعتبره أكثر تعقيدا، هي متحرك، اللي عادة يكون مقاطع مدتها أطول من الأنيميشن. بينما بالأنيميشن هو ناتج عن رسم مجموعة من الصور يكون عددها محدود. هذه الصور تكون الخلفية لها بسيطة، غير متحركة، كخلفية تكون جدا سمبل، التغير بها قليل. الأوبجكت أيضا يحتوي على حركة معينة، وعادة يتم تكوين الإيمج أنيميشن عن طريق الرسوم. على سبيل المثال مثل أفلام الكارتون ممكن تتولد منها أنيميشن معين، فبالتالي الأنيميشن هو يكون حجم الفاية الأصغر، ما يحتوي على الصوت، بينما الفيديو ممكن يحتوي على مقطع صوتي. الشغلة الثانية أنه الإيمج أنيميشن يكون عملية بناءها أصعب. ليش؟ لأنها تحتاج إلى عملية تصميم ورسم، بينما بالفيديو يكون عملية التقاط عن طريق الفيديو، عن طريق الكاميرا اللي تقدر تخزن لي هذه السيكونس أوف فريمز وترسل إياها إلى الكمبيوتر. تجربة هذا اليوم راح ناخذ، راح تكون عبارة عن شقين. الشق الأول يشمل لنا تحميل صورة GIF ومن بعد ذلك تقطيع هذه الصورة. أما الشق الثاني فراح يشمل عملية محاكاة للأنيميشن. عندنا مجموعة من الصور نحاول نعرضها بكتشر بوكس واحد بحيث تبدو كأنه متحركة. برمجيا راح يكون ديزاين العمل هو للشق الأول من التجربة بيكتشر بوكس خاصة لعرض الصورة المتحركة. أيضا تو بوتونز، الأول هو خاص بتحميل الصورة GIF، أما الثاني فوظيفته تقطيع الصورة. بالتأكيد بما أنه إحنا قاعد نحمل صورة بداخل الكمبيوتر فإحنا راح نحتاج أن نضيف أوبن فايل دايلر. برمجيا بالنسبة للبوتون الأول هو تحميل الصورة GIF، برمجية راح تكون هي نفس عملية تحميل الصور العادية اللي تعودنا عليها، يعني من نحمل صورة PNG أو JPG أو PNG. فإذا راح نحتاج نعرف Object من نوع Bitmap، هنا راح نسميه GIF. أيضا راح يكون Global، مكان تعريفه Globally. من نضغط على Button تحميل الصورة راح مباشرة نسوي Open File Dialog Show Dialog. راح نجي ناخذ الباث الخاص بالصورة، نعطيه البيتماب، وبعد ذلك نعرض الصورة على البيكتشر بوكس 1. هذه عملية تحميل الصورة GIF أو الصورة المتحركة. أما بالنسبة لعملية التقطيع، فحتى نقدر نقطع الصورة المتحركة راح نحتاج نضيف لايبراري متوافر أصلا بالفيجوال ستوديو بالدوت نت، فمباشرة راح نسوي لها عملية using import باستخدام keywords using، فراح نقول له
حمل لي او اضيف لي اللايبراري اللي اسمها system.learning.imaging. هذه راح تحتوي لي على كل الادوات والكلاسز اللي تفيدني بعمليه الحصول على الفريمز المكونه للانيميشن. فبوتون الفريمينج راح يكون من الكود التالي. اول معلومه نحتاج نعرفها وهي عدد الفريم المكونه للانيميشن. فراح نعرف variable globally نسميه الفريم كاونت او الاف كاونت اللي يكون من داتا تايب انتجر. نحصل على معلومة الكاونت عن طريق الصورة البتماب اللي احتوالي على الصورة الجي اي اف اللي سميناه جي اي اف. فمباشرة نقدر نحصل عليها بدالة get frame count. get frame count راح تعطيني عدد الفريمز المكونة لهذه الصورة، لكن تحتاج كبارامتر العمل الزمني للفريمينج. فراح نعطي هذا الزمن باستخدام الكلاس اسمه الفريم دايمنشن متوفر باللايبراري اللي ضفناها اللي هي system.darwin.imaging. فراح نقول مباشرة فريم دايمنشن دوت تايم. فالنتيجة ريتيرن من دالة الجيت فريم كاونت هو رقم انتجر يمثل لي عدد الفريمز بهذه الصورة. من بعد ذلك اصبح بكل سهولة من الممكن انه نسوي فور لوب على هذه الفريمز ونبدأ نسحب صورة ونخزنها بالديباج. حتى نقدر نحصل على الفريم الحالي راح نحتاج اول شيء نسوي سلكت للاكتف فريم، الفريم الحالي اللي معروض بالصورة بالجي اي اف. فنقدر نوصل لهذه الصورة عن طريق دالة متوفرة ايضا بكلاس البيتماب اللي احنا سميناه بالاوبجكت الى بالجي اي اف. فراح نقول له مباشرة سلكت اكتف فريم. فجي اي اف دو سلكت اكتف فريم يحتاج مني تو بارامترز اللي هي العامل الزمني للتغطية واندكس الصورة. هذه البارامترز متوفرة عندنا، فمباشرة راح استخدم frame dimension dot time، وايضا الاي هو العداد الخاص بالفريمز. من بعد ذلك من حددنا الاكتف فريم راح نسوي انفاليديت للبيكتشر بوكس اللي معروضة عليها حاليا الصورة جي اي اف حتى نقدر نوصل للصورة الحالية ونخزنها. فراح نقول لها بيكتشر بوكس 1 دوت انفاليديت، توقف على هذه الصورة الاكتف حاليا. من بعد ذلك اسحب هذه الصورة اللي صارت متوفرة هسه على البيكتشر بوكس 1 دوت ايمج، خاصية الايمج نسحب منها هذه الصورة الاكتف حاليا ونخزنها بيتماب نسميه بي ام بي. هذا صار يحتوي لي على الصورة الاكتف حاليا بالجي اي اف واللي موجودة معروضة بالبيكتشر بوكس 1. من بعد ذلك راح نسوي له عملية سيف بالطريقة اللي نعرفها، نقول له بي ام بي دوت سيف. طريقة الخزن مثل ما تعودنا عليها من خزنة البرايمز الخاصة بالفيديو، فنعطيه اسم ثابت هنا سميناه جاية فريم. راح يحتوي عداد خاص لها اللي هو نفسه عداد الفور لوب. اما بالنسبة للتخزين راح يكون بامتداد بي ام بي. حتى تتنفذ كل هذه الاعازات بما انه احنا وصلنا اصلا للفورم والديزاين، فنحتاج انه نستخدم اعاده الابلكيشن دوت دو ايفنتس. هذه راح يمثل لي كل الاعازات السابقه، بدون هذا الاعاز ما راح يكون عندي عمليه فريمينج صحيحه. من بعد ذلك حتى نشوف تاثير عمليه التغطيه انه شنو الاكتف الفريم اللي حاليا معروضة بالبيكتشر بوكس، راح نسوي عملية سيستم دوت ثريدنج دوت ثريد دوت ستيب. هذه الدالة متواجدة بلايبراري سيستم بكلاس الثريد، داخلة يحتوي أيضا على كلاس خاص بعملية الستيب وعملية ديلاي. ففانكشن الستيب راح توفر لي عملية تأخير بتنفيذ الفور لوب لمدة عامل زمني اللي هو يمثل لي بي الملي سكند. فهنا حطيناه عارف ملي سكند، وكأنما قلنا له بعد ما تنفذ هذه الأربع جمل توقف لمدة ألف ملي سكند، فالبروسيسر راح ينتظر يصير ايدل بالنسبة للبرنامج الحالي لمدة ألف ملي سكند. من بعد ذلك راح يرجع ينفذ الفور لوب لتكرار.
الاعراض اللي بعده. اذا هذه وظيفه سريعه وعمليه ديلي حتى اقدر اشوف الاكتف فريم. من بعد ذلك من نخرج من الفور لوب راح نعطي في مسج بوكس معين حتى نعرف انه عمليه الفريمينج تمت. فنعرض مسج بوكس بكلمه دان نعرف من خلالها انه عمليه الفريمينج تمت بشكل صحيح. اذا نشوفه بالتعشيق راح نحمل صوره متحركه جايه حتى نقطعها. راح اقطع على سبيل المثال هذه الصوره اسوي لها فريمينج. يبدي هسه عندي شنو يبدي الصور تنعرض بعمليه الكابتشنج او الفريمينج يصير عندي ديلي اللي احنا اعطيناه. فاذا اشوف هسه الاكتف فريم بدا يظهر عندي اللي هي نفسها تتخزن عندي بالديباج واللي هي تعتبر لي فريم الخاصة بي. هذه الصورة المتحركة. هسه ننتظر لما يكمل التنفيذ ويطلع لي مسج بوكس دان. سأكتب لك عملية تقطيع. ممكن هسه نذهب إلى الديباج ونشوف الفريمز اللي مكون لهذه الصورة. راح نشوف حاليا بالديباج هذه هي الفريمز اللي كانت الصورة المتحركة. هي حقيقة 53 فريم. هذه هي قدرنا نستخرجها من الصورة المتحركة. بالنسبة للشقة الثانية من التجربة هي عملية محاكاة للانيميشن. عندنا مجموعة من الصور نريد نعرضها بفيكتور بوكس واحدة بحيث تبدو كأن محاكاة. هناك عندنا حركة بالعرض. راح نحتاج الى مجموعه من الصور بالتاكيد. هذه الصور تكون متواجده بالديباج. بالستارت انيميشن راح يبدي عمليه عرض هذه الصور، بينما بالستوب انيميشن راح يتوقف العرض. بما انه احنا عندنا عرض بعمل زمني، اذا بالتاكيد راح نحتاج الى تايمر بالديزاين نضيف به الايفنت اللي يريد يشتغل بكل تايمر تك. بالنسبه للستارت انيميشن بالتأكيد مثل ما ذكرنا انه احنا نحتاج مجموعة من الصور. هذه الصور نحتاج نخزنها ثلاث فاريبل حتى نقدر نوصل ونعرض هذه الصور بطريقة انه كل ما ينتهي عرض هذه الصور يرجع للبداية. شلون احنا نشوف الصور المتحركة تبقى حركتها مستمرة، كل ما تخلص الفريم يرجع للفريم الاول ويبدأ بالحركة وهكذا. فنحتاج هذه الصور نخزنها بفاريبل يكون هو اوبجكت من نوع كلاس ليست. اذا هو ليست او بيت ماب. نفس عالية خزن فريمز الفيديو نخزن بها هذه الفريمز نسوي منها اوبجكت نسميه فريمز. راح يحتوي لي على صور اللي راح نستخدمها بالانيميشن. اذا هنا راح نكمل تعريف الفريمز. من بعد ذلك راح اسوي فور لوب على هذه الصور. عدد الصور هو بعدد الفريمز اللي راح نقطعها من الصورة الأصلية. فنفتح فور لوب على عدد هذه الفريمز، أو ممكن نحدد عدد معين إذا عندنا مثلا 10 صور 20 صورة إذا نعرف عددها مسبقا. فمباشرة راح نضيف للفريمز صورة. هذه الصورة من حنجيبها؟ هذه الصورة موجودة بالديباج، اسمها هي جاية في فريم بعدد معين. على سبيل المثال جاية في فريم 0.bnp. هذه موجودة بالديباج نفس آلية التخزين. اعتمد من هذه الصورة موجودة بعد التغطية. ومن بعد ذلك هذا راح يكون عندي باث احنا محتاجين نطيب الفريمز صورة من نوع بيتماب. راح نحولها الى بيتماب. راح نقول انه كون لي صورة من هذه اسم الصورة او باث الصورة اللي موجود حاليا بالديباج. فنتيجة عملية نيو بيتماب
بهذا الاسم لهذا اسم الصورة، فراح يكون عندنا هو عبارة عن بتماب يخزن به بالفريمز. بعد انتهاء هذا الفور لوبس راح تكون عندي الصور موجودة بأوبجكت الفريمز، نقدر نوصل لها بكل سهولة ونعرضها على البكتشر بوكس. حملنا الصور بالفريمز، راح نشغل التايمر، نقول التايمر 1.enable يساوي ترو، اشتغل عندي التايمر. فبدأت عمليات التك. عمليات التك هي عملية كلش بسيطة، نقدر بكل سهولة نقول له انه بيكتشر بوكس 2.image يساوي فريمز او فريم نمبر، يعني الفريم هذه هي الليست اللي حطينا بها الصور. راح نحتاج الى عداد نعرفه جلوبالي، الجزء الجلوبال بارت من نوع انتجر نعطيه قيمة اولية صفر. هذا العداد يمثل الصورة اللي قاعد تعرض حاليا في البيكتشر بوكس 2، فراح نعطيه قيمة اولية هي 0. كل تك للتايمر راح نعرض لي الفريم اللي او عذرا البيت ماب اللي موجود بموقع فريم نمبر بأوبجكت الفريمز. يعني احنا عندنا مجموعة من الصور، اول تكرار راح يكون عندي الفريم نمبر 0، فراح يكون فريمز اوف 0. الصورة الاولى حطها على البيكتشر بوكس 2، من بعد ذلك راح يزيد راح يصير فريمز الموجودة موقع واحد عرضها على البيكتشر بوكس 2. طبعا هذا بكل تايمر تك، تايمر الانتيربول، فراح نشوف نقدر يصير هناك عامل زمني اقدر من خلاله اشوف الصورة قبل انتظر الصورة اللي بعدها، وبذلك راح يصير عندي سلوك الحركة. حتى من نوصل الى اخر صورة راح نحتاج انه نسوي عملية ارجاع العداد لاول موقع. فهاي عملية راح تكون باستخدام المود هي دالة موجودة بالسي شارب، مثل ما نعرف انه عملية الباقي هي نقدر نحصل على العدد بدون ما نتجاوز العدد الكلي. فدالة المود راح نستخدمها لغرض الرجوع للبداية، وكأنما عملية دوران وارجاع الى بداية الليست اللي تحتوي لي على الصور. فمباشرة بعد ما زيد الفريم نمبر بواحد راح نسوي له مود الفريم كاونت. طبعا هذه جملة يمكن نقولها بعد عملية عرض الصورة حتى نضمن انه الفريم الاول نعرض. فعملية اذا الهدف من عملية المود هو عملية ارجاع العداد الى بداية الفريم عندما يوصل الموقع الاخير من الصور. من نوصل لنهاية الصور نرجع للصورة الاولى. هذه بالنسبة لعملية الستارت انيميشن. بالنسبة للستوب انيميشن هي عملية كلش بسيطة، راح تكون عملية ايقاف للتايمر. ممكن نشوفه بالتنفيذ، ناخذ صورة معينة جي اي اف، نسوي لها عملية فريمينج، انتهت عملية الفريمينج. راح نسوي سلوك الانيميشن، نشوف انه شلون بدأت تتحرك. طبعا سرعة الانيميشن هي تعتمد لي على الانتيربول للتايمر، كل ما كانت المدة الزمنية الى اكثر كل ما راح تكون الحركة افضل والعكس صحيح. بالنسبة للستوب انيميشن راح يتوقف الانيميشن، الستارت انيميشن راح يرجع يشتغل. طبعا راح نشوف احنا بالفورم لود اضفنا كود، هذا الكود انه اول جملة هذه راح تفيدني انه اول ما يبدي يشتغل الابل فايل دايلوج ونسوى عملية لود راح يكون موقع الفولدر اللي يدخل بالبداية نعرض منه هو ديباج. ديباج احنا ممكن نوصل لنقول له هو من الابليكيشن دومين، الكورنت دومين، بيز دايركتوري، بيز دايركتوري البروجكت الحالي، ممكن نوصل له من هذا الإعاز ونعطيه الانشيال دايركتوري للابل فايل دايلوج. ايضا تمر انتيربول اعطيناه بالفورم لود، نقدر نغيره حتى نغير من سرعة الانيميشن. ختاما اشكر حسن الاصغاء، وان شاء الله المادة تكون واضحة وبسيطة.